دكتور جهاد منسى موجود معنا بفقرة سانتي لليوم، أهلا وسهلا فيك. بونجور. حضرتك اختصاصي بطب وجراحة العين، واليوم رح نحكي عن موضوع يمكن كتير شائع بلبنان وهو تأثير السكري على شبكة العين. رح نشوف كيف فينا نتوقع هالموضوع، ما نخلي هالمشكلة تتطور وهيك نجرب نحصرها بمحل معين. أكيد أكيد، مثل ما معروف السكري كتير شائع مثل ما عم تقولي، يعني عم نحكي ب 15-20% من البوبوليشن ممكن تنصاب بالسكري مع العمر. والسكري مثل ما معروف بيأثر على شرايين العين بكل الجسم، ومنها شرايين شبكية العين. رح نشوف شوية بس بأول صورة وين هي الشبكية اللي هي يلي بنقشع فيها، هي الشاشة الرقيقة يلي بالخلف تبع العين. إذا فينا نشوف أول صورة رح منبلش نشوف الصور سوا أكيد ونفسر شو بيصير لما مزبوط. بيكون في سكري، هن شرايين بينشفوا يعني؟ السكري بيأثر على الشرايين إنه ببطل دم يجري فيهم بطريقة طبيعية. نعم. أوكي، بصير في تضيق بالشرايين، انسداد بالشرايين، يعني ببطل يوصل الدم. هون عم نشوف الصورة الشبكية اللي هي حد العصب تبع العين بالجزء الخلفي من العين. بقى هالشبكية بدها تكون صالحة إذا بدك حتى نقشع مزبوط. فينا ناخد الصورة الثانية، ننقل الصورة بالصورة الثانية. عم شوف على الشمال كيف بتكون الشبكية طبيعيا، عم شوف الشرايين كيف اني عم بغزوها بالدم مع عصب العين. على اليمين عم نشوف وقت يصير في سكري على المدى الطويل بصير في نز من هالشرايين. عم نشوف هودي البيض والصفر، هودي نز من الشرايين. عم نشوف نزيف خفيف على الشبكة هالدم اللي عم نشوفه، وهالشي رح يأثر على النظر. عم نحكي عن أي نوع من السكري؟ كل أنواع السكري. في نوعين، هو النوع اللي بيصيب الصغار يعني تايب 1، والنوع اللي بيصيب الكبار التايب 2. مع الطولة خاصة بس نقطع 10 سنين 15 سنة، تقريبا 75% أو 80% من الأشخاص ممكن يسيبون يلي عندهم سكري، ممكن يسيبون نشاف شبكية العين من السكري. مش قبل يعني، مش ممكن يكون في حالة استثنائية دغري يبين إنه ضرر بالعين. إجمالا مش قبل. نحنا مننصح يبلش يفحص حد، كل حنا عنده سكري يفحص شبكية العين ابتداء من 5 سنين. نعم. بس يقطع 5 سنين من اكتشاف السكري. على كل حال هو لازم يكون فيه يمكن جنرال تشيك أب دائما وقت يكون الشخص عنده مرض سكري أي نوع اللي كان. هل درجة قد ايه بيعلى السكري مع الشخص بتأثر كمان؟ إذا أوقات بنعرف إنه بيصير في كريزة مفاجئة أو بيعلى السكري بشكل مفاجئ، هون في ضرر أكثر من الأحوال الطبيعية يعني؟ هو الضرر بيصير أكثر على الطولة. نعم. أوكي، بس أكيد بده يكون واحد مرقلش السكري. كل ما السكري كان منه مرقلش بالدم كل ما رح يصير في أسرع ضرر بالشرايين وبشبكية العين. بقى كتير مهم إنه المخزون السكري يضل تحت 7 ويكون الشخص عم بيرقلج السكري. في عوامل تانية بتساهم بالضرر على شبكية العين مثل الضغط، كمان واحد بتكون مرقلج ضغطه، إذا بتدخين كمان بيساهم، الكوليسترول الجلسريد إذا عالي كمان رح يصير الضرر أكتر على شبكية العين. نعم. شو بحس شو المريض؟ شو العوارض؟ صحيح مزبوط. المريض راح يحس انه خف نظره، عم يشوف غباشه، عم يشوف نقط سود بالمدى تبع النظر بالفيجوال فيلد. هودي اكثر شيء اللي بيجيبون، او خيالات سود عم بيشوفهم. ليه عم بيصير هالشيء؟ راح نحكي شوي عن ضرر السكري على الشبكيه. راح نشوف الصوره التاليه. اول شيء بيكون في عندنا شيء خفيف اذا بدكم، بس نز هودي عم شوفهم، هودي البيض هن نز من الشرايين. نعم. هيدي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هون عم نشوف وقت يكون النز على مركز النظر على الماكولا بيأثر على النظر، لأنه هيدي المركز النظر محل ما بنشوف الدقة فيه، محل ما بنقرأ فيه، محل ما بنشوف الأشياء الدقيقة. إذا في نز دغري كتير رح يأثر. هلا بمرحلة متقدمة عم نشوف هون في شرايين جديد طالعين بقلب العين، هودي الشرايين بيكونوا كتير طرايا وهم معرضين ينزفوا بقلب العين ويكونوا ألياف ويكونوا ويؤدوا بعدين لانفصال بالشبكة وخسارة النظر.
اذا فينا نشوف الصوره التالية معقول كيف لكن هون عم نشوف هودي الشرايين شفناه هون هودي مثلهم هودي وقت يكون في نزيف خفيف بصير المريض عم بيشوف مثل نقط سود او خيالات سود وفينا نشوف صوره التالية هون عم نشوف مرحله متقدمه هون خلص كانه صح لكن نزيف معبى كل العين أوكي. الشبكيه تقريبا راحت وفي الياف كثير بالعين يعني هون صرنا بمرحله متقدمه شو بيصير هون بتضطروا انه تشيلوا الشبكه هلا بنوصل على العلاج اوكي خلينا نبلش بالعلاجات بدءا بالوقايه لنوصل على العلاج اهم شيء بهيدي هي الوقايه مثل ما قلنا تريجلوجة سكري ضغط تريجلوسيريد كوليسترول نوقف التدخين أهم شيء هيدا المرحلة الثانية إذا بلش عم بيصير في ضرر على الشبكية مثلا إذا في على مركز النظر نز ومي إجمالا نستعمل إبر دواء خصوصي منحطه بقلب العين حتى ينشف هالشرايين وينشف المي حتى النظر يتحسن كمان بنستعمل الليزر واحدة من الاشياء اللي اوقات وقايه اوقات علاج حتى ما نوصل على المرحله اللي مثل ما شفنا وقت يصير في شرايين كثير بقلب العين ويصيروا ينزفوا الليزر بنشف المنطقه يلي عم تعطي عم تفرز مواد حتى يكبروا هالشرايين وساعتها الشرايين بنشفوا وبيبطل في خطر انه المريض يخسر عينه كيف بنعمل الليزر هيدي اخر صوره رح نشوفها نعمل الليزر بالمنطقة اللي حوالي الشبكية حوالي مركز النظر تنحافظ على مركز النظر يضل المريض يقشع وننشف كل هالمنطقة حتى ما يصير في شرايين عم تنمى وتنزف وتدمر العين قبل ما نتابع بالعلاجات بحب ذكر مشاهدينا بأنه فين يتصلوا على 0464 لطرح أي سؤال أو استشارة لدكتور منسى موجود معنا اليوم موضوعنا هو تأثير السكري على شبكة العين ولكن طبعا أي سؤال له علاقة بالمشاكل العيون ممكن تطرحوها اليوم معنا على الهواء يعني إذا بدنا نحكي عن باقي العلاجات عن قطرة عن أي شيء تاني هول ما بيفيدوا كتير القطرات ما بيفيدوا بعد ما عندنا شيء قطرات حتى يفيدوا شبكة العين اللي هي بجزء الوراني تبع العين بس كمان أوقات السكر بيعمل نشاف بدمعة العين بنعطي قطرات بس حتى نرطب العين هالشيء كمان السكري ممكن يؤدي لمي زرقاء بكير أبكر شوي من العادة بيختلفوا عوارض المي زرقاء عن عوارض نشاف الشبكة المي الزرقاء الواحد بيخف نظره بصير يشوف مثل غبيشة أو بياض أو ما عم يقشع منيح حكينا عنها بحلقة سابقة كمان المرضى السكري معرضين يعملوا مي سوداء ارتفاع ضغط العين أعلى شوي من غيرهم كمان هيدي من تبعها ومن رقبها ولكن هالعوارض بتبلش تدريجية أو خلص لما بتبلش العوارض معناتها صار في حالة صعبة مزبوط بس بلش العوارض يعني بلش الضرر مشان هيك نحن بننصح كل حدا عنده سكري يفحص شبكة العين كل سنة مرة ما يقفي هالشي لأنه إذا بلش الضرر قبل ما يصير فيه ما يحس المريض بضعف بالنظر منعالج قبل حتى ما نوصل على مشاكل أكبر مثل ما شفنا ويصير شوي مأخر صفي عم نعالج بس تنحافظ على اللي باقي ما بقى فينا نرد النظر يلي راح إذا بلشنا بالعلاج دغري مع أول عوارض بلشت ممكن نرد يلي راح أو هيدي أبدا ما بتصير لا ممكن نرد أكيد شو ما بنبلش بكير شو منحافظ على النظر فمن هون أهمية الفحص دكتور الدوري عند الولاد العلاجات هني نفسها عند الكبار عند الولاد هني نفسها بتايب 1 ديابيتس زيت الشي زيت العلاجات بنعملهم إن كان ليزر أو إبر حسب الحالة وكتير مهم عند الصغار يكون مرقرش السكر كتير منيح لأنه هود الأشخاص رح يعيشوا أكتر ورح الضرر تبع السكري يبين مع الوقت أكتر وبدنا نتفاديه قبل ما نتابع رح ناخذ اتصال الو بونجور يا هلا مين معنا عم بحكيك من النقاش قريب كمان عليكم بس سؤالي اذا وصلنا لاخر مرحله اللي هي انفصال الشبكه عن العين شو الحلول اللي معقول تصير الحلول هو جراحه بس يصير في انفصال بالشبكه ما في حل الا جراحه الجراحه شو هي تحديدا الجراحه هي تنظيف هالالياف من قلب العين حتى لأنه الانفصال الشبكي بيصير في ألياف والألياف بتشد على الشبكة وبتفصلها من محلها
بقى الجراحة بنعملها بحالتين، وقت يكون في انفصال شبكي أو وقت يكون في نزيف بقلب العين وما عم بيروح، يعني أو بنعمل إبر أو بنعمل ليزر والنزيف والمريض عم بكفي ينزف، ساعتها ما في حل إلا الجراحة. هل الجراحة قد بتاخد وقت؟ هل الكل بيقدروا يعني يعملوها هالعملية؟ هل في ناس ممكن ما تقدروا تعملونه لأسباب صحية؟ حسب صحته للمريض أكيد، بس أكيد شو يعني شو الأسباب اللي بتمنع؟ اللي بتمنع إذا كان بمرحلة كتير متقدمة والشبكية كتير فيها ضرر، أوقات ما بننصح ينعمل جراحة لأنه ما رح ناخد نتيجة، مش لأنه شيء تاني. بس أي أسباب صحية ممكن تمنع قوي شخص أنه تعملوا له هالعملية؟ الجراحة بتنعمل صارت ببنج موضعي، يعني ما ضروري بنج عمومي. أكيد إذا الحالة الصحية كتير عنده مشاكل قلب وإشياء ما بتسمح حتى بنج موضعي، ممكن الواحد ما يقدر يعمل جراحة. خلينا ناخذ اتصال جديد. ألو ألو بونجور. يا هلا تفضلي. مرسي. بدي أسأل الدكتور، بس لأنه عندي أنا ضعف بالعيون وعم شوف هيك أشياء سوداء وهيك، عملت تخطيط لعيوني وأخذت موعد من الدكتور كمان من هسه معي، بس سأبني عندي ظروف صار أو في المستشفى وهيك بقى صار كم شهر يعني. نعم. هلأ شو مطلوب أعمل؟ أدي عمريكم؟ إيه بالستين. أهلا وسهلا فيك. عندك سكري أو بس عم تشوفي هودي سود؟ ما بفتكر في سبب سكري هون، عم بتقول في ضعف بالنظر بالأساس. أوكي. وعم تشوف نقاط سود. المهم تفحص شبكية العين لأنه هودي بيجوا من جوات العين، أو بيجوا من الجل تبع العين الزجاجة من مية العين وما بيكون ما بيأثروا على شيء، بس أوقات كمان بيكون في خزق بالشبكة أو أشياء تانية بتأدي لهيك نقط صود عم يشوفه واحد بالمدى. عنا كمان اتصال بفتكر. ألو ألو. يا هلا مين معي؟ أي بونجور. بونجور. وحياتك. بدي أسأل الحكيم، هل في دواء حبوب مثل ما مثلا بينعطى للسكري مشان يعني بريفنسيون مشان تيحمي حال واحد من هالامور هيدي اللي ممكن تحصل بالعين؟ نقطه ثانيه. بالنسبه للنير اوبتيك بينعمل ايكو، طيب شو التفاصيل بالنسبه للنير اوبتيك وعلاقته بموضوع السكري؟ وبعدين بالنسبه للكاتاراكت، انا بعرف انه جوسكا بريزون الأسباب هي ما الكونو بالمبدأ العام، بس إنه في علاقة للعمر فيها، وطبعا السكري أحد الأسباب الرئيسية. وميرسي. يا هلا. بالنسبة للمية الزرقاء الكاتاراك، السكري بيسرع الكاتاراك، كل الناس بيصير معهم كاتاراك مع العمر كل ما تقدموا كل ما أكثر، بس السكري بيسرعها. بالنسبة للنير أوبتيك كمان السكري أوقات فيه يضرب العصب العين ويعمل جلطات بعصب العين مثل ما بيعمل بكل الجسم او بالدماغ حتى، بقى بصير في جلطه بالعصب وهالشيء بياثر على النظر. بس بتصير عاده يعني او قليله الحاله؟ لا بتصير، لا منا قليله صراحه، لانه السكري شائع مثل ما قلنا. بالنسبه للحبوب، الحبوب بتنعطى هي بس بتساعد شوي الدم يجري بقلب الشرايين، بس منه علاج. يعني هن حبوب لسيالين الدم؟ لسيالين الدم، أو في أشياء حبوب بتساعد الشرايين إنه يمرقوا الدم أكثر، بس منا يعني منا علاج إذا بدك لنشيف شبكية العين كعلاج. بس الأفضل إنه تتاخد، تنصحوا فيهم هول الحبوب؟ حسب حالة المريض وحسب شو عنده، لأنه كمان ما منحب نسيل الدم كتير إذا هو عنده استعداد ليعمل نزيف، ممكن يكون في ضرر آخر. صح. يعني بمحل إذا منسيل الدم هو عنده استعداد للنزيف يمكن ينزف أكثر. طيب دكتور، إذا كنا عم نتبع كل الوقاية اللي لازمة، عم نعمل التشيك أب وقت اللي لازم، وحسينا أنه بلشت تتضرر شبكة العين، منقدر نوقف هالضرر كليا؟ يعني نمنع هالضرر من أنه يتطور، وبأي طريقة؟ أفضل طريقة لواحد يوقف الضرر أو يمنعه يتطور هو يرقدش السكري بالدم. بس أنه بتصير المخزون مع العمر مثل ما ذكرت. مزبوط. صح بتصير. نخلي المخزون تحت 7، نرقدش كل العوامل يلي هيدا الضغط، تريجليسيريد، كوليسترول،
كل العوامل يلي كل العوامل مضبوط يعني. واذا حسينا انه الدخان بلش نوقف الدخان شويه رياضه للسيركيليشن لهالاشياء كل العوامل يلي بتساعد السكري انه نراجلجو بنعملها. ولكن اذا بلش هالشرايين تتضرر بالعين ونحن من الاول دغري اكتشفنا وتوجهنا للطبيب المختص اول علاج شو بيكون؟ نحن اول شيء بنفحص شبكيه العين بنعمل صور اذا بعدها هيك ببدايه الضرر بنعمل صور للعين تنشوف باي مرحله صرنا انجيوغرافي او سي تي بنشوف اذا في ضرر ممكن نقدر نعالجه بالليزر قبل ما يؤدي لضعف النظر او بالابر. لكن الليزر هو اول شيء صح بين ليزر وابر حسب اذا في بلش الضرر ولا لا. اذا ما بلش بس منتابع المريض بنصير نشوفه كل 4 أشهر كل 6 أشهر حسب الحالة. بدنا نشكرك لها التوضيحات وإذا في أشخاص حابين يتصلوا ما لحقنا ناخد اتصالاتهم ممكن ياخدوا رقم دكتور منسى تحت الهواء. أهلا وسهلا فيك دكتور جهاد. مرسي يعطيكم العافية. بريك صغير ومنتابع خليكم معنا.